تلاوة كتاب الله عز وجل كاملا أو ما يسمى محليا بالسلكة، سنة حميدة اعتاد عليها سكان ولاية الأغواط تيمنا باقتراب ذكرى مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، العينة التي وقفت عليها الشروق نيوز ببلدية بطل المقاومة الشعبية بالناصر بن شهرة. المناسبة التي اعتدنا أن نقوم بها في هذه البلدة تتخللها بعض الأنشطة، أولها ختم القرآن والسلكة القرآنية بدءا من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك بعض الأنشطة الأخرى منها ختان الأطفال المعوزين واليتامى. هذه المناسبة كانت قد جمعت الزمان والمكان ولمت أعيان ولاية الأغواط ولم الشمل ووحدت الصف، وكانت فرحا بعد هذه الانتخابات، وأسأل الله الرخاء والاستقرار للجزائر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيد بالتوفيق والسداد والصواب من ولاه الله أمرنا. هذه من سالف أجدادنا إلى يومنا هذا وهم واصلون على هذا الأمر، وهذه سنة حميدة نشكر القائمين عليها، وسرورنا كثيرا لحضورنا لمثل هذا التجمع النبيل. مناسبة عزيزة على النفوس اعتاد ضيوف الولاية أن لا يفوتها. السعداء اليوم بيوجدنا في هذه البلدة العريقة، في الولاية العريقة الأغواط، بلد مسجد الشهراء، وفي هذه السلكة القرآنية المباركة في هذا الشهر العظيم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يحصل هذا في الوقت الذي تتأهب فيه مختلف مساجد ولاية الأغواط لاستقبال هذه المناسبة العظيمة بزخم من النشاطات الدينية ومحطات سعيدة لتتويج حفظة كتاب الله عز وجل ومن كان لهم الفضل في ذلك.